السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيكي فوجيك وانا كل شيء لغلا آن إيك عملان وحسو دين الساسدي قب لآدنا اللغلا إيك عملان ونلوش هير وقاري قطب داود حقر وداقة دونا شركة دوشة نيكي فوجيك فضلا داود انتانو قزيقين برنامج كان الشركة دان عسالة حنقا عصنا المقارك لي كريسو بيج كان سوف لو كريسو نيكي فوجيك وحاول عشي كو سيال بقل لبيس تيتكي وحنا كل شيء دلك استراليا وحنا كل شيء حنو بالآذك مرمر يدف لغو عركو كاسو إن قفك بلا لغو إي بلا كعمل نقضو مركي أهرسي أهو دشاي هو يدي ويدي دي إنا ياركتو أما ساعي قبطو يدو كالكاليسة دي أيو هيسي مدو مركي دنبوه يكو غنعان كو يراع علياني مدى فتشيكو حاكو سببتي إنو يوجهو هالقن مقالات يمد دارين أهبا شرعية دلكي سوية لي أمي سورتقرين إنو كو بيرو سكول فيعان وحير كدي مركي لغو قلادي إنو كو بيرو سكولكا وحو عداد سيحوك شاكشا كلاكولمي أردي دي دوكسي أيو دبرنايين تاسي وكو ساوتي إنه مرغو آدو بدن حالاشو مركي وحاس ديجر مركي وطمانجر نغضي وحيسكو دي إنو يستيلو أو نلوش استافيو مركي واتكسن وايو نلوش وكو سوين يهي نيكي فوتشيك هميكو سوحو عاينو كون ورادو نلو قوله سلامر كانو ويشا أود وكاكو قدبو رمان أيا دروينك حاليلي سيو بولو قارو inkastoo aanu lahayn wax diimaa hadana kuma fikir jirin waxaanu haysan bisa mid ka mid ah cagiisa aad ka dhumucdayaan oo lahayd laba farood ayaa ku hoggaaminsay nala barwaaqaha waxa uu bartay sida loo isticmaalo computer waxaanu halkii minutba qori karaa 40 xaraf sidoo kale wuxuu awood u yeeshay inuu tooro kubadda tenniska inuu qabsado glass biya inuu shalaysto timihiisa inuu cadaydo ilkiisa iyo inuu telefoonka uu ku jawaabo oo ku hadlo isla markaana uu garka xirto wuxuu ciyaari karaa نوعي بدن او كميدة اسبورتيغا سيدا غولفا دباشا يوح الله يقان اسكر ديفين ها وحا او لو بجرر ديگري كدياري حساباتك يدا قالها فوتشيك وحوكو قوليس دي انو نغضو قفتتك ديري كليا وحانو او سعدالة دمان ادو كوردن ساقو غولا هالي 6 مليون او قف او كنول انكا بدن افريا فرطن ودن ساقو برا يددك سيدا لور رمي يريوين كوغا مركي دنبي وحو آساسي اور ليرا Life Without Limits يشركة ليرا Attitude is Altitude sanadii 2015 waxa loo magacaabay abaalmarinta sanadka ee dhalinta Australia 2022 waxa uu gursaday Kane waxaanu dhalay laba caruur ah sheekada Nicky Fuchik waxay indheen u fureysaa xaqiiqada ah in daciifnimadu ay dhacdo qalbiga balse aanay ahayn jirka oo si fiican u shaqeyn waaya dhiirigelinta inay tahay xanuun ku dhaca maskaxda balse aanay ahayn jirka isagoo arinta ka hadlay wuxuu yiri curyaanimadu taa ugu weyn waa cabsida waxaanay ku qalqaalin doontaa si ka daran kursiga curyaanka inaad korto هذا هو ما حيعود الدار كهو داوة دي